خلاص انا عندي قصه براي في نفسي بحكيها لك. يعني انا فعلا بملاريا عندي ولدين، بنت وولد مرضوا يعني، شفت كيف؟ وكل اللي يعلم الخالق ما كان عند اي حاجه. المره شالتهم ودخلتهم العياده، بعدين الناس العياده معنا شنو ركبوا فيهم دربات يعني. دربات بعدين الدربات انا قايل ما لقوه درب يعني بانفه يعني الجنة درب بانفه. قالوا لي اشتري له الشيء الفلاني والشيء الفلاني. انا حسي مشيت عشان القى سلفيه وخابصت بجاي ما لقيت السلفيه، ما لقيت السلفيه. جيت جبت كيف؟ حتى البرتقال اللي اشتري بها ما لقيتها، خلاص جيت راجع في الاولاد وقعدت جنبهم شفت الاولاد بس يعني بيصرفوا عينهم يعني يصرفوا عينهم وحمه فيهم شديده ومركبين فيهم درب درب بتاع مديده. فينا الدرب بتاع مديده مو درب بتاع لا لا بتاع الملح واي حاجه، درب بتاع مديده. في النهايه لما انا ثاني عشان ما اشوفهم قبضته في السوق ده ما لقيت حاجه. اولادي تب لما جيت ارجاني الجنا ميت. ثاني قبضته بالليل قبضته في السوق عشان القى حاجه امسكها في خشم ان شاء الله يبل ريقه بعد يموت. ما لقيت ارجاني ميت. شلت الجنازه والبنت خليت معها المراه وانا شلت الولد جنازه ميت، شلت جبته هنا جاي. جيت مشيت معناته خطيت هنا خليت معه زول عشان السلف التوب اللي بنلف فيه ده لقيته سلفني ليه واحد، ما لقيت منه برتقال لكن سلفني التوب. ثاني معناته شنو لما رجعت عشان اعرف حال البنت، البنت ارجتني ميته. شلنا البنت يوم واحد كلهم معناته شنو؟ بيت بات هنا بس شفت كيف رقدتهم هنا كله انا مو باكل، المره مو ماكله، الاولاد التانيين مو ماكلوا، والحمد لله رب العالمين صبيحه بكره يعني انا شلت الهدام اللي بيلبسوه شفت كيف وناقمت الناس، انا براي عيان، ناقمت الناس وشالوهم ودوهم المقابر، هذا الشيء اصعب شيء قابل ليوم الليله، ليوم الليله انا ما اشوف البت بتفتح خشمه للموت يعني ليوم الليله بتذكر. ده هو الشيء اللي قابلني ويحصل كل إنسان ممكن قابله ده بيقابل أي شيء.